المشاهدين مشاهدي برنامجنا حوار واستثمار مع الشواربي. النهاردة زي ما عودناكم دايما بندور وبنشوف الشارع الاقتصادي المصري والشارع الاستثماري رايح فين. هيكون لنا النهاردة مجموعة من اللقاءات الخاصة بالاستثمار العقاري السياحي الترويجي لمصرنا الحبيبة. السوق رايح فين؟ الشركات بتعمل ايه جديد على ارض مصرنا الحبيبة؟ خليكم معنا. انشئ مراكز تنمويه بدون خطه الدوله من المراكز التنمويه لتحفيز التنميه على مستوى مصر لتعظيم التنافسيه في مصر وجذب استثمارات وزياده معدلات النمو الاقتصادي، وده بانشاء مجموعه من المدن الجديده على مستوى الجمهوريه، مراكز تنمويه كبيره تقدر تجذب العديد من الاستثمارات على مستوى الجمهوريه. يمكن لو حبينا نركز على المدن الساحليه اللي احنا شغالين فيها دلوقتي، عندنا العلمين الجديده والمنصوره الجديده، عندنا شارع بورسعيد سلام، عندنا اخر مدن اللي احنا شغالين فيها شغل رشيد الجديده. دي طبعا كلها مجموعه من المدن اللي بتحفز عمليه التنميه. طيب احنا كنا دايما بنتكلم على السياحه والشغل في السياحه، ان احنا بنتكلم على السياحه الموسميه اللي هي بتبقى مجرد فتره الصيف وبنبدا نشتغل. احنا بنفكر في الفكر الجديد بتاع المدن الجديده، ان احنا لا بنتكلم على مدن مستمره طوال العام. طيب استمراريه المدن طوال العام دي بتتم منين؟ بتتم من ان انا يبقى عندي انشطه متوفره طول العام، وبدانا نركز على المناطق اللي هي نقدر من خلالها ان احنا نقدر نجذب استثمارات كبيره ونلفت انظار العالم، لان احنا عندنا سياحه بجد وعندنا سياحه حقيقيه ومدن تقدر تقوم فيها الانشطه دي. بدانا اول المدن طبعا اللي هي مدينه العالمين الجديده، وطبعا حضراتكم اكيد كلكم شفتوا الانجازات اللي تمت. احنا بدانا في مدينه العالمين من اواخر 2016، يعني تقريبا بقى لنا سنتين. المدينه طبعا 48,000 فدان، مساحه كبيره جدا، بدانا مرحله فيها 14,000 فدان شغالين في البنيه الاساسيه بتاعتها بالكامل، مناطق ابراج. المدينه لوحدها بتوفر حوالي من 20 ل 25,000 غرفه فندقيه، ده عدد طبعا كبير جدا. هي المدينه مستهدفه في القطاع بتاعها. طبعا من ضمن الحاجات المهمه اللي احنا ركزنا عليها، ويمكن ده كان واضح في الفتره الاخيره، ان احنا نذلل كل العقبات امام الاستثمارات الموجوده في مصر والخارج كمان، بحيث ان احنا نجذب اكبر عدد من وفرص من الاستثمارات على مستوى الدوله والخارج. طبعا مدينه العالمين يعني كانت من يعني اهم المدن عندنا ساحليه، لانها محطه انظار العالم بالكامل. يمكن في افريقيا احنا من ضمن ان احنا فرص تصدير العقار وكده، بدانا ان احنا نعرض الشغل بتاعنا بره. افريقيا حاجه كانت معرض في بيرن، وكان في طبعا يعني اندهاش من الناس ان الحاجات دي بتتعمل في مصر ومحدش عارف عنها حاجه، ان احنا بنعمل مشروعات ضخمه جدا في الساحل، وبنعمل مشروعات فيها استمراريه وفيها شغل كبير. يمكن المدن كلها بدانا نربطها ببعض، مش مجرد ان انا بربط بعمل مدينه مالهاش علاقه بالقاهره، لا، كل المدن في وسائل مواصلات. المدينه الواحده بيبقى فيها كل مستويات الاسكان، ما بيبقاش في مستوى واحد من الاسكان الفاخر والمفضل، لا بالعكس كل مستويات الاسكان موجوده في المدينه. العقارية والسياحية على امتداد السواحل المصرية في المناطق المختلفة. مساء الخير معالي الوزير. مساء النور يا فندم، اهلا وسهلا. والله انا سعيد ان النهارده بنتقابل وبنتكلم على ارتباط
السياحه والعقار، باعتبار انه يعني في طفره ضخمه جدا في مصر الحمد لله، وبنبني مصر الجديده والمدن الجديده، وسياده الرئيس مهتم بيها. وانا شايف انه الفتره الجايه ممكن تبقى كويسه جدا اذا ما اهتمينا بحوالي تزويج السياحه والعقار. لكن دي فكرة موجودة منذ أكثر من 10 سنوات في مصر، بس توقفت بعد الثورة، وإن شاء الله ترجع مرة تانية. الفكرة إنه السياحة ليها منتجات محددة بتشتغل بيها، اللي هي معروفة سياحة الآثار، سياحة ثقافية، سياحة الشواطئ إلى آخره. لكن في حاجة اسمها سياحة بيوت الأجازات، إنه سائح اللي بيحب مقصد سياحي معين بيجي ويجد فيه فرص إنه يشتري وحدة، في بيقدر يجي على مدار السنة، فالسياحة بتستفيد أكتر من مرة. دي اللي هي اقرب للسكند هوم لو في الاوروبيين، هو السكند هوم. احنا بيعتبروه اهل السياحه ده نوع من سياحه بيوت الاجازات، يعني ان هو بتمتلك وحده، بتمتلك بيت في مقصد سياحي ما، وما دام بتمتلكه فانت بتروح بتزوره بصفه دوريه ممكن اكتر من مره في السنه، فتكراريه الزياره معناها افاده ضخمه جدا للاقتصاد، تنشيط لحركه السياحه والاقتصاد في الدوله الاخرى، ده بفضل عن ان هو اصلا استثمر فيها. فضلا عن كده ده بيساعد نفسه اذا يعني كانت تجربته جيده في المقصد دوت وفي الشراء والاستقرار، بيساعد انه يجيب اخرين من اصدقائه ومعارفه ومن عائلته انه يشتروا في نفس المقصد ده، وفي نفس الوقت هو ذاته حتى لو ما اشتروش بيعرض عليه ان هم يجوا اجازتهم وينزلوا عنده. هذا السائح مستو ان هو بيقعد مدة اطول في المقصد عن السائح التقليدي. السائح التقليدي ممكن يقعد اسبوع 10 ايام، السائح اللي بيشتري واحدة النهاردة بيجي اكتر من مرة وبيقعد مدة اطول. اعتقد الرؤية اللي حضرتك بتقول عليها دي حضرتك كنت طبقتها في فترة وجود حضرتك في الوزارة مع الغردقة مع الروس ومع الالمان، بدليل ان في منهم كتير تملكوا بالفعل في مصر. ده صحيح، يعني في يعني جاليه كبيره جدا من الاجانب حاليا مقيمين في الغردقه وفي الجونه وفي المناطق زي ديت، وانا شايف انه العالمين ممكن ان هي تحذو نفس الحزو دوت بان هي تجتذب ناس ان شاء الله في الفتره القادمه. بدليل برضو يعني برضو على كلام حضرتك مصداقيه ان فعلا دي رؤيه مستقبليه تودينا لاماكن افضل، ان 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 في احد الفنادق في الساحل الشمالي عند منطقه العالمين ما بيشتغلش غير طلاينه يعني، وطول السنه بيشتغل في الصيف، يعني حتى في فتره الشتاء بتبقى الدنيا برد، بس هو بالنسبه لهم هم الجو عندنا حلو جدا. احنا عندنا 8-9 اشهر في السنه في منطقه الساحل الشمالي ديت قابله انك انت تسوقها، وده بتدي ميزه نسبيه تنافسيه على دول محيطه بينا. احنا في شرق البحر الابيض المتوسط ما بيشتغلوش الا 3-4 اشهر لان بعد كده بيبقى برد جدا، فانا شايف ان دي ميزه نسبيه كبيره جدا ان احنا نكتسب حركه سياحه لو ما تتبني طاقه فندقيه اضافيه واستخدام كل الوحدات العقارية ديت والجديدة اللي هتخش في انها تسوق سياحيا. سؤال طرأ على ذهني كده وانا بكلم حضرتك، طب حضرتك شايف احنا فين من السياحة العلاجية؟ يعني مثلا منطقة زي منطقة الواحات او سيوة، يعني كتير فيها كتير من الاماكن الطبيعية ومن العيون ومن الحاجات الصحية اللي ممكن يتم استثمارها بشكل جيد. طبعا انا بس عاوز افرق لانه تعبير السياحه العلاجيه مش دقيق. السياحه العلاجيه موجود كمنتج، لكن انت بتتكلم على مريض عاوز علاج، يعني انت بتتكلم على مستشفى وطبيب اللي حضرتك بتتكلم عليه، دي بيسموها السياحه الاستشفائيه. ايوه انا قصدي الرؤيه زي رومانيا، يعني الناس بتروح تعمل استشفاء، بيبقى في دكاتره متخصصين والناس اصحاء بس جايين، ورجل اعمال عنده ارهاق معين، سيده عاوزه تفقد جزء من وزنها بطريقه صحيه وجيده في مده قصيره، ناس اصبت الهدف. انا فعلا كان قصدي ده، يعني دي اسمها الويلنس توريزم او السياحه الاستشفائيه او السياحه المخصصه لاصحاء اكثر من الامراض اللي عاوزين المرضى اللي عاوزين علاج. النوع ده لم يطور بعد، وده رقم ضخم جدا كعائدات في دول كتيره جدا زي ما حضرتك قلت، رومانيا وشرق اوروبا وجنوب شرق اسيا، كل الدول دي. فاحنا يجب ان احنا نحدد اوريدي في خريطه تم تحديد فيها مناطق معينه ليها ميزه في الحته دي، زي مياه كبريتيه معينه، زي رمله ممكن تعالج بعض امراض الروماتيزميه، انواع املاح، يعني اعرف في حاجات في مرسى مطروح انواع املاح بيستعملوها. لكن ده لازم يتم استكماله
بكل المعايير الدولية المطلوبة لها. لغاية دلوقتي كانت الوزارة ابتدت فيها وتوقفت، أرجو أنه الوزارة والوزيرة الحالية أنها تهتم بالملف ده لأنها ممكن تكتسب أعداد ضخمة الناس ممكن تيجي فيها. إنما لو حضرتك بتتكلم على مناطق زي اللي حضرتك بتتكلم عليها ديت، لا تنسى أنه أنا عشان أعمل تسويق لها لازم يكون في وسيلة الوصول للمقصد ده. ليه الغردقة شغالة كويس في الحتة دي أو ممكن تشتغل أو شرم الشيخ؟ لأن في حركة طيران، في مطار وفي مواصلات وفي انتقال داخلي بالظبط. فإحنا لازم ننقي الأماكن ونكمل الدايرة بكل العوامل اللي تنجحها إن شاء الله. سعيد أن هي تنجح. واعتقد برضو يعني فتح مجموعه المطارات في الاماكن الجديده دي هيعمل ترافيك كويس، يعني هيعمل حركه كويسه جدا مختلفه بالتاكيد. وبص حضرتك، بنيه تحتيه مطارات وطرق زائد بنيه فوقيه في شكل فنادق او يعني وسائل معينه بتجذب السائح مع شويه ترويج بتاخد ناتج سريع جدا ومفيد جدا للاقتصاد الوطني. انا هسالك سؤال اخير، مش عايز اكسر عليك. حضرتك رتب لنا رؤيتك كده في الأماكن السياحية العقارية القادمة في الثلاث سنين القادمين. الثلاث سنين جايين أنا شايف أنه إحنا في مصر يجب أن نركز على الساحل الشمالي، ده هيكون منجم الذهب السياحي القادم لمصر زي ما كان البحر الأحمر وقت من الأوقات. الناس بتسافر 80% منها، يعني تقريبا 80% منها للترفيه. النهاردة لو عملنا بنية في الحتة دي، موقع الساحل الشمالي والعالمين تحديدا موقع عبقري، حضرتك على بعد 3 ساعات من القاهرة للي يقدر يقيم هناك وينزل يتفرج على المزارات السياحية داخل القاهرة، على بعد 2 ساعة من اسكندرية تقدر تشوف المزارات. عاوز تروح الصحراء زي ما حضرتك قلت وتزود مدة اقامتك وقعدتك داخل مصر، في مناطق جذب جميلة جدا في الصحراء الغربية. فده موقع انا في تقديري، انا مش ببالغ، عبقري عبقري. ووجود مطارات 3 على يعني ساحل طوله 1000 كيلومتر يعني او اقل شوية، اعتقد انه ده مسألة رائعة. والطرق الموجودة الجديدة دي كلها بتسهل. فانا شايف التركيز الفترة القادمة عشان ننجح المنتج الجديد ده لازم نركز على الاعتبارات المطلوبة والعوامل المطلوبة لنجاحه كمقصد سياحي، منطقة العالمين والساحل الشمالي ان شاء الله. احنا طبعا بنخاطب بحضرتك بخلص الشكر، وبنستفيد طبعا من خبراتك السابقه كتير جدا في السياحه، ودايما ان شاء الله مصر في تقدم. ان شاء الله مصر في تقدم وازدهار باذن الفتره الجايه. شكرا جزيلا فندم. ان شاء الله اتقدم حضرتك بخلص الشكر. شكرا. مساء الخير اعزائي المشاهدين، مشاهدي برنامجنا حوار واستثمار. هيكون لنا لقاء هام جدا مع المهندس عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سيتي ايدج، الشركة الرائدة والتي تدير جميع المشروعات الجديدة في مصرنا الجديدة في المناطق العمرانية المختلفة. هناخد فكرة منه سريعة عن المناطق الجديدة التي تقوم بإدارة مشروعاتها شركة سيتي ايدج، بالإضافة ان احنا هنناقشه على الفوائد والمميزات اللي في الأماكن الجديدة دي. مساء الخير يا عمرو بيه. مساء النور، اهلا وسهلا. كنت عايز اعرف حضرتك، هي شركه سيتي ايدج شركه حديثه على التطوير واداره المشروعات العقاريه في مصرنا الحبيبه. عايز اعرف فكره الشركه دي بشكل سريع، اهم الاماكن اللي بتشتغلوا فيها، وبعدين نسالك عن مميزات الاماكن دي. الحقيقه وانا اشكرك على المقدمه الجميله. الشركه هي اتعملت برؤيه ان مصر يكون ليها مطور وطني قوي ينافس المطورين الإقليميين اللي موجودين في المنطقة. والحمد لله من أول ما اتعملت الشركة وإحنا ماشيين بخطة ثابتة وخطة كويسة لتنفيذ الرؤية، رؤية المساهمين الشركة. المساهمين الشركة هي الشركة مملوكة 60% لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة و 40% لبنك التعمير والإسكان وشركاته. ده هيكل المساهمين. يعني دي شركة مصرية بالكامل، ما فيهاش أي رأس مال أجنبي. تماما، هي شركة مصرية بالكامل وهي ما فيهاش اي رأس مال اجنبي، وهي شركة مساهمة وبتدار بفكر واسلوب القطاع الخاص التنافسي المتقدم يعني. تمام. احنا شفنا رؤية للشركة دي مختلفة وجرأة في اختيار اماكن المشروعات، اشكال المشروعات، تخطيط المشروعات، حتى ارتفاعات المشروعات اللي بتقدموها،
بتقدم رؤية جديدة جدا على السوق العقاري المصري وعلى السوق السياحي كمان. يعني مشروع أبراج العالمين، المنصورة الجديدة، رؤية مختلفة، أماكن جديدة بارتفاعات مختلفة جدا، بشكل عمارة مختلف عن العمارة المصرية. هو الحقيقة الشركة بس بتشتغل في، يعني في توضيح ما محتاج ان انا لازم اعمله، ان الشركة بتشتغل على 3-4 محاور عمل. في الاراضي المملوكة للشركة اللي هي بتطورها، بتستحوذ على الاراضي دي وبتطورها مشاريع كاملة. وفي وقعنا بروتوكول مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ان احنا ندير تطوير مجموعة من المشاريع دي. حضرتك بتتكلم عليه العالمين، المشاريع اللي موجوده جوه العالمين الجديده او المنصوره الجديده هي مشاريع مملوكه لهيئه المجتمعات العمرانيه الجديده، ودور سيتي اج فيها هو دور اداره التطوير. واداره التطوير دي بتبدا من التعامل مع الاستشاريين في وفريق الهيئه، فريق هيئه المجتمعات يعني، في تطوير المنتج وتحديثه تأكيد ان هو ملائمته للسوق. وبنخش برضو من الشغل لدراسات الجدوى وكل مراحل التطوير، مرورا بقى بالتسويق والحملات الإعلانية والمبيعات وخدمة ما بعد البيع والتحصيل وإدارة كمان المجتمع او المشروع بعد ما ينتهي. طيب عايز اسألك سؤال، هو المنظومة الجديدة من شكل التصميمات العملاقة والارتفاعات الشهيقة دي، في حقيقة الأمر دي معمولة خارج مصر أكيد، لأن شكل العمارة مختلف عن التصميمات اللي كانت موجودة عندنا فيما قبل. الاستشاريين هي طبعا تصميمات جديدة، والحقيقة هي اتقابلت من كان في مقاومة في الأول من السوق كله، أو من حتى اعتقد من العملاء نفسهم كمان في الاول، او يعني المواطن المصري العادي ان هو كان شايف ان ده شكل جديد عليه وشكل غريب عليه، والناس كلها كانت متخوفه منه ومختلفه. لكن الحمد لله الناس بالحملات بتاعتنا وبالمجهود اللي اتعمل وبالحجم الانجازات اللي هي عاملاها على الارض، الناس تشوف القيمه الكبيره اللي موجوده في الحاجه الجديده دي. طبعا لان هي رؤيه جديده للعماره، ما انت مش بقول هتبني جديد النهارده وبتكلم العالم كله انه يشتري عندك في مصر ويشوفك، وهتعمله شكل عماره قديمه، ده مش منطقي يعني. بالظبط، فهو ده شكل حديث، وبتستفيد اقصى استفاده كمان من الخط الشاطئي، خلاص ما بقاش حكر على مجموعه صغيره من الناس، بالعكس هو بقى للمدينه كلها. طيب اسالك سؤال تاني معلش، خلينا نروح للمنطقه الثانيه المنصوره الجديده. هي منطقة جديدة بالكامل، هل برضو شكل العمارة فيها مختلف عن شكل العمارة العادية ولا ده شكل تقليدي؟ فيها كذا شكل مختلف للعمارة، فيها الأبراج برضو، يعني نزلنا بمجموعة من الأبراج، ففيها الأبراج وفيها الفيلات يعني الفيلات والشقق يعني والوحدات السكنية، فهي فيها كل الأشكال. وحتى العالمين الجديدة كده يعني أنا والعاصمة الإدارية كده، يعني هي كل المدن الجيل الرابع اللي بتنم تنميتها هي فيها كل أنواع السكن وفيها أشكال كتيرة مختلفة من العمارة، وده هيبقى جزء من نجاحها، وجزء من ان هي بتلبي كل الشرايح، بتلبي كل انواع السكن. كنت بتكلم على العالمين الجديده الحقيقه النهارده، ان هي الرؤيه اللي معمول عليها العالمين الجديده هي رؤيه متقدمه جدا، يعني رؤيه كانت باديه من طبقا كانت دراسه معموله من اليو ان هابيتات، وتم تكملتها بعد كده في تطوير المخطط العام للعالمين الجديده، وهي مبنيه على بشكل كبير جدا على الاستدامه اللي هي جزء اساسي من رؤيه مصر 2030. واستدامه مش بمعنى انك انت بتستخدمها في التسويق مجرد نقول كلمه استدامه، لا، استدامه فعليه، يعني كل الابحاث اللي اتعملت على المدن اللي كانت موجوده اللي تم انشاء قبل كده، الساحليه كمان بالذات زي شرم الشيخ والغردقه، هي قايمه على مقاوم اقتصادي واحد اللي هو المقاوم السياحي بشكل كبير. ده بيأثر على استدامه المدن، وبيأثر على حجمها وعلى كثافتها السكانيه، وعلى بيأثر عليها من كل ناحيه. العالمين معمول على 6 محاور اقتصاديه علشان تضمن لها استدامه، وتضمن لها تشغيل طول السنه، وتضمن لها انها تكبر. 48,000 فدان هيستوعبوا حوالي 3 مليون نسمه. فاحنا بنتكلم على رؤيه الحقيقه، يعني رؤيه قويه، رؤيه غنيه، رؤيه جديده، واعتقد ان ده اللي لازم الناس كمان يوصل لها، اكتر ما بنتكلم
اكتر من الناس بس شايفه المنتج نفسه او شايفه الابراج او شايفه الوحدات، لا، هي الموضوع فيه رؤيه كبيره وراه واستدامه. بس اعتقد كمان يعني الرؤيه دي تتاكد اكتر من ان 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 حجم اللي موجود مش هيبقى حاجه سياحيه فقط، دي مدينه متكامله وهي هتقدم خدمات لنفسها، يعني مش هتبقى محتاجه حتى دعم من الدوله. يعني اعتقد ان دي حاجه تدخل فلوس مصر، مش تكلف مصر اعباء. يعني اعتقد ان ده مشروع ربحي ودعائي وسياحي في نفس الوقت، يعني كانك بتعمل اعلان بمنتج وفي الاخر بتكسب منه. يعني هو حضرتك تقريبا قلت المقاومات اللي قايمه، جزء كبير من المقاومات الاقتصاديه اللي قايمه عليها، لان هي يعني صناعي، فيها مقاوم صناعي وفيها مقاوم زراعي، وطبعا التجاري والسياحي والسكني والتعليمي، فهي كل المقاومات الاقتصاديه دي او الدعم الاقتصادي دي موجوده وجزء من المخطط العام ومعمول حسابها. فطبعا دي هتبقى مدينه قايمه بنفسها زي ما حضرتك شرحت يعني بالظبط. احنا طبعا اتشرفنا طبعا بوجود حضرتك معانا، احنا كده خدنا فكره مبدئيه عن مشروعاتكم، وان شاء الله يبقى لنا لقاء نتكلم بشكل موسع عن خططكم في المستقبل ورؤيتكم للتنميه والتطوير العمراني في مصرنا الحبيبه. اشكرك وانا تشرفت بهذا اللقاء، ومن السنين اللي بعده بقى ان شاء الله نتكلم بالتفاصيل ان شاء الله. مساء الخير اعزائي المشاهدين، مشاهدي برنامجنا حوار واستثمار، هيكون لنا لقاء هام مع رؤية جديدة على أرض مصرنا الحبيبة لأحدث مشروعات الاستثمار والعقار السياحي داخل مصرنا الحبيبة في أحد المناطق الهامة جدا بالساحل الشمالي. هنقابل العقل الذي يدير هذه المنظومة، الأستاذة نهلة الإبياري، هتكلمنا عن المشروع وعن المنظومة اللي هي بتشرف بإدارتها وعن أهم رؤياهم وخططهم المستقبلية لمشروعاتهم داخل مصر. أهلا بحضرتك. كنا عايزين ناخد مع حضرتك فكرة عن مشروعاتكم الجديدة. احنا عارفنا حضرتك عندك مشروع جديد، حضرتك بتقومي بإدارة مشروع في الساحل الشمالي، عايزين نعرف ايه تفاصيله، ايه مكانه، ايه فكرة الشركة أصلا، ليه اخترتوا المكان ده؟ احنا عندنا مجموعة من المشاريع في مراحل مختلفة من الدراسات. اول مشروع اطلقناه هو مشروع وايت ساند في الساحل الشمالي في كيلو 75. احنا اشتغلنا على الساحل القديم مش الساحل الجديد اللي هو من العالمين وانت طالع، قبل العالمين وقبل مارينا في البداية، قبل مارينا، لان في مجموعة كتير من الاراضي الجاذبة اللي هي لم يتم تنميتها بشكل مظبوط. واول مشروع اطلقناه هو مشروع وايت ساند، لان هو ده المشروع المتعارف عليه زمان، هو الساحل كان اللي قبل مارينا، اللي بعد مارينا ده بقى يعني راح راح في مكان تاني. فاحنا اشتغلنا على المشروع بفكر في تناغم شديد مع البيئة، ووحدات يعني رينج كبير من الوحدات، بتبتدي من وحدات وغرفة نوم واحدة لغاية الفيلات والتاون هاوسز والتوين هاوسز، عشان يغطي كل الاحتياجات اللي موجودة في السوق. وعملنا في المشروع ده الجزء اللي بيفتقده الساحل اللي هو قبل مارينا، اللي هي الخدمات. عندنا كوميرشال، مفيش سيرفيس ولا مناطق تجاريه ولا مولز ولا مناطق علاجيه ولا كده. عندنا المشروع فيه كوميرشال هاب مساحته 80,000 متر، في كل الانشطه الخدميه، في نشاط فندقي، في نشاط تجاري، في نشاط صحي، في نشاط ترفيهي، كافيهات وحاجات كده. والمشروع فيه برضو يعني مجموعة من الأنشطة الترفيهية، في نادي وفي أنشطة رياضية وفي مناطق انترتينمنت للأطفال. فهو مشروع الحقيقة يعني تم دراسة تلبية كل احتياجات المستخدم لهذا المكان، ولان الكوميرشال هاب بقى على الطريق فهو كمان هيؤدي خدمه للمناطق اللي هي قبل مارينا اللي هي تفتقر الى هذا النوع من الخدمات. يعني كان بدايه الفكره ان انتوا درستوا المنطقه ولقيتوا ان انتوا تحطوا بوينت تبقى بالنسبه للمنطقه كلها كمنطقه خدميه. طب هل في حاجه من ضمن الدراسه دي انها مثلا يبقى فيها مثلا مستشفى، مركز طبي كبير، سوق تجاري يخدم المنطقه ككل؟
مظبوط، هو الكوميرشال هاب ده في جزء مستشفى وفي جزء تجاري وفي جزء ترفيهي وفي جزء فندقي وفي شقق سيرفيست اللي هي بتدار بواسطه الفندق، ودي اللي المنطقه دي بتفتقر ليه دايما، ان انت ممكن حد عايز يجي يوم يومين مش عايز، او اسبوع مش عايز ياجر مده طويله، اللي هي الحاجات المتاحه في المنطقه دي. وفي نفس الوقت ان اللي بيروح بالمؤجرين بيبقى عايز مكان فيه خدمه، حد بيدخل يعمل هاوس كيبنج، حد فاحنا عاملين ده في الكوميرشال هاب اللي في المشروع. المفروض المشروع ده متقسم كم مرحله؟ المشروع متقسم على 6 مراحل، احنا اوريدي وي لونشت المرحله الاولى فيه، و احنا في المرحله الحاليه احنا بنخلص القرار الوزاري علشان نبتدي ننطلق في الانشاء في المشروع. بدايه الانشاءات ان شاء الله، طبعا بنتمنى لك كل التوفيق، وحضرتك دايما طبعا يعني مزدهره في اي مشروع بتقومي بالاشراف والاداره عليه، ونتمنى لك دايما التوفيق ان شاء الله. شكرا جدا لحضرتك.
أعزائي المشاهدين، مشاهدي برنامجنا حوار واستثمار مع الشواربي، هيكون لنا لقاء مع الشيخ محمد مفرح من دولة السعودية الشقيقة، رئيس الاتحاد العقاري الخليجي، هيكلمنا عن رؤيته للاتحاد وعلاقته بمصر. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا شكرا للقاء. الاتحاد العقاري نشأ لأن الدول بالذات زي دولة مصر تملك كثير من المقومات في قطاع العقارة، في قطاع العقار وخاصة العقارات السياحية، ونقدر نوسع الإطار شوية حتى نخليها العقارات الاستثمارية الترفيهية. مقوماتنا في دولنا العربية زي السعودية أو مصر أو غيره هي مقومات كبيرة تحتاج منظمات دولية تساهم في دعم الجهود الحكومية الحريصة على الاستفادة من هذه العقارات حتى تقدم قيمة مضافة، سواء في حياة المجتمعات زي المجتمع المحلي المصري أو في حياة ما يسمى السياحة الدولية، يعني العابرين. السعوديين يحبون أن يقضوا وقتهم في مصر، المصريين يحبوا أن يقضوا وقتهم في بعض دول الخليج. سياحة العمرة على سبيل المثال هي مرتبطة بشكل أو بآخر بتكامل بنية كاملة من الأنظمة والعقارات القائمة. الاتحاد العقاري يحاول أن يكامل جهود الدول ويقدم قيمة مضافة تسعى الحكومات لتقديمها لشعوبها. أعتقد أنه ممكن يبقى نافذة للتحدث بين المطورين أو المستثمرين وبين الدول، يعني بوابة أسهل للدخول وفتح أسواق جديدة. بطبيعة الحال فعلا الاتحاد يكون منصة لكل المطورين حتى يتم فيما بينهم تبادل الخبرات وأيضا تبادل الجهود التسويقية. يعني قبل قليل الحقيقة كنا في مؤتمر، وأهم تحدي يواجه كثير من المطورين هو وجود فجوة، فجوة بعدهم عن الأسواق وفجوة فيما بين المطورين والجهات الحكومية المشرفة عليهم. الاتحاد يحاول أن يسد جزء من هذه الفجوة. طيب علاقتنا بقى احنا بمصر، يعني نقول النهاردة العلاقة طبعا المصرية السعودية علاقة قوية جدا وطيدة على مدار السنين. المشروعات القادمة للاتحاد على أرض مصر، شوف جمهورية مصر دائما تثبت أنها يعني يوم بعد يوم الحمد لله هي تتقدم بشكل كبير جدا. تقارير اقتصادية تقول أنه الحراك الاقتصادي في مصر يسير بشكل متسارع جدا. بعض مشاريع البنى التحتية اللي انطلقت في مصر تلفت أنظار العالم فضلا عن الأسواق القريبة مثل السوق السعودية. الاتحاد يحاول أن يعني يتابع ويعرض ويوضح حجم الجهود التطويرية الكبيرة التي تحدث في مصر، ويحاول أيضا أن يساهم في ابتكار ودعم عمليات ابتكار نوعية من المشاريع الخاصة. على سبيل المثال جزء من يعني مصر اليوم على سبيل المثال أطلقت العاصمة الإدارية. مصر اليوم تطلق مشاريع هي ذات طابع ما بين سياحي وأكثر من سياحي عمراني مثل مدينة العلمين وغيرها. في ظل التحديات الاقتصادية العالمية حتى هذه النوعية من المشاريع العملاقة تحتاج فكر ابتكاري حتى يتخطى التحديات التقليدية. الاتحاد يحاول أن يشارك في هذا الموضوع، يحاول أن يدعم ويشجع فتح صناديق استثمارية في بلد زي مصر لأنها بحاجة فعلا إلى الكثير من الصناديق الاستثمارية، ويحاول بطبيعة الحال أن يربط ما بين نوعية خاصة من الكبار المستثمرين الذين يسعون لتبني مشروعات نستطيع أن نصفها بأنها عملاقة. مصر يعني اليوم ما شاء الله بتطلق مشروعات عملاقة في كل الاتجاهات، والاتحاد يحاول أن يشارك في إنجاح هذه المشاريع بشكل أو بآخر، يساهم فيها عن طريق أفكار وعن طريق مطورين يستجذبهم للاستثمارات جوه داخل. صحيح، فتح صناديق استثمارية، تشجيع الأفكار وتطوير الابتكار في المشاريع. احنا طبعا سعداء جدا بوجود حضرتك معانا في مصرنا الحبيبة، وسعداء بوجود الاتحاد جوه مصر، طبعا مشرفنا ومنورنا، وان شاء الله يكون لنا لقاء نتكلم بشكل موسع عن خططكم في خلال الفترة القادمة لكيفية السبل لجذب الاستثمارات اكثر لمصرنا الحبيبة سواء من المملكة او عن طريق اعضاء الاتحاد. بإذن الله. شكرا لكم ولنا لقاء ان شاء الله. مساء الخير أعزائي المشاهدين، مشاهدي برنامجنا حوار واستثمار مع الشواربي. النهاردة هيكون لنا لقاء مع الأستاذ خالد ناصر، هيكلمنا عن شركة عالمية موجودة على أرض مصرنا الحبيبة، هي شركة ريماكس. هنعرف منه إيه فكرة ريماكس، هم بيعملوا إيه في مصر وإيه شغلهم وإيه اللي هم بيساعدوا بيه لجذب الاستثمارات والترويج والاستثمارات لمصرنا الحبيبة. مساء الخير خالد بيه. مساء النور، ازيك؟ هي شركة ريماكس دي المفترض ان هي شركة انترناشنال،
حضرتك بتمثلهم في مصر في شركة ريماكس مصر، الفكرة دي مبنية على ايه؟ طيب اولا ريماكس هي اكبر شركة تسويق عقاري في العالم، احنا موجودين في 117 دولة، 8300 فرع حوالين العالم موجودين دلوقتي. الشركة اتأسست بفكرة بسيطة خالص وكبرت وبقت اكبر كيان في العالم بفكرة بسيطة خالص. الفكرة مبنية على انه اساس التسويق العقاري كله مبني على الاشخاص اللي بتدي الخدمة للعميل اللي عايز يشتري او عايز يبيع، اللي بتوصل له المعلومة اللي هو عايز يعرفها، هم دول القنوات اللي بتساعده انه يعرف المعلومة او يوصلها. الشخص اللي بيدي الخدمة اللي احنا بنسميه في مصر المسوق العقاري هو اللي بيوصل الخدمة للبايع او للمشتري. وريماكس لما تأسست على فكرة انه هتدي احسن خدمات لهذا المسوق، احسن تدريبات، احسن تكنولوجيا، احسن ادوات تسويق، احسن علامة تجارية، وشبكة من المكاتب ومن المسوقين العقاريين يشتغلوا مع بعض، لانه اغلب الاحيان المسوق لما يبقى عنده عقار ما بيبقاش عنده المشتري، بس لما يبقى فيه مسوق تاني شغال معاه تحت نفس العلامة التجارية الشخص تاني ممكن يبقى عنده المشتري ويقدروا يعملوا عمليات اكتر مع بعض. فالفكرة كلها نمت يعني نقطة التلاقي اللي بتجمع بين واحد معاه عميل وواحد معاه مشتري وواحد معاه مشروع، بتخليهم يتلاقوا عن طريق ريماكس، هي دي قناة الوصل اللي ممكن توصل بينهم. بالظبط، احنا بنبني شبكة كبيرة من مكاتب ريماكس والمسوقين العقاريين اللي شغالين في ريماكس، بنديهم اقوى ادوات في السوق، بنديهم احسن تكنولوجيا، بنديهم احسن تدريب، عشان في الاخر يوصلوا للعميل اللي عايز يبيع عقاره او عايز يشتري عقار افضل خدمة في السوق. احنا النهاردة بقالنا 6 سنين في مصر، فتحنا 36 فرع في 6 محافظات في مصر، وعندنا اكتر من دلوقتي 650-700 مسوق عقاري عندنا في الشركة. احنا حاليا اكبر كيان عقاري موجود على ارض مصر، وده بيخلي انه ان العميل لما يجي عايز يبيع بيشتغل مع اي فرع من فروع ال 36 اللي حاليا موجودين. تمام، كل الفروع ال 36 بيشوفوا العقار بتاعه وممكن يبقى عندهم طلبات شراء، تمام، بالاضافه الى التسويق اللي هم بيعملوه يجذبوا المشتري اسرع بكتير لاي واحد بيبيع عقار بتاعه من خلال الشبكه بتاعتنا. ده بالاضافه ان احنا كشركه عالميه عندنا اكتر من 8300 فرع في العالم كلهم مرتبطين ببعض على سيستم واحد، يعني في حاجه زي نتورك بتجمعكم ببعض. بالظبط كده. فالنهارده لو في شخص مثلا النهارده عميل بيبيع عقار في مصر، ممكن المشتري يجي من دوله تانية، ممكن يجي من دوله خليجيه، ممكن يجي من اوروبا، يجي من امريكا، سواء مصري عايش بره او سواء كان شخص اجنبي، لانه هو بيشوف العقار بتاع ريماكس من خلال اي مكتب من مكاتب ريماكس حوالين العالم بيقدر يوري له العقارات الموجوده عندنا في مصر. والعكس صحيح، النهارده احنا عندنا ممكن يبقى مستثمر مصري عايز يشتري عقار في لندن، عايز يشتري مطعم في دبي، او عايز مهاجر امريكا عايز يشتري بيت في امريكا، احنا من جوه مصر بنقدر نوري له كل العقارات المتاحه في الدوله اللي هو عايز يشتريها بالاسعار بتاعتها بطرق الدفع، ونقدر ان احنا نساعده ان هو يجيب احسن فرصه استثمار او شراء في اي دوله تانية في العالم. يعني الموضوع كمان مش مجرد ان انت حد بروكر او شبكه للبروكرز حول العالم بمسمى ريماكس كشركه عالميه، ده اكتر من كده، ان هي كونسلتنت، يعني انت بتدله على العقار المناسب لطموحه او احلامه او استثماراته اللي هو عايز يضخها في المجال ده ويكسب عن طريق الاستشاره اللي انت بتقدمها له كمان 100%. احنا لما بنشتغل مع اي عميل، الفكره ان احنا مش بنحاول نبيع عقارات، احنا هدفنا ان احنا نساعد الكلاينت. فالكلاينت ممكن يجي بهدف ان هو عايز يستثمر، بيجي لنا ساعات مثلا عملاء على سبيل المثال يقول انا عايز استثمر، فعايز اشتري بيت في كومباوند معين، فتساله طيب انت عايز لو عايز تستثمر هل هو استثمار ولا في عنصر السكن برضه موجود، يقول لك لا انا عايز استثمر بس. الفكره لما تبتدي تفهم طلب العميل، ساعات العميل ما بيبقاش هو فاهم ايه احسن حاجه يقدر يحط فيها فلوسه في حالة الاستثمار، او احسن حاجة يقدر يحط فيها فلوسه في حالة السكن. حتى لما بتقدر تفهم احتياج العميل الحقيقي
وده يعني في تكنيكس بنشتغل بيها عشان نقدر نطلع اللي جوه العميل، نطلع النيد الحقيقي اللي جواه اللي هو مش عارف يعبر عنه بالظبط، لانه احيانا كتير بيبقى العميل في دماغه افكار او عنده طموح معينه ومش قادر يوصلها للكونسلتنت اللي قاعد معاه، او ساعات بيبقى مش عارف ان انا النهارده لو شرحت ده للشخص اللي قاعد معايا من ريماكس هيفيده وهيخليه يقدر يساعدني احسن. فايه الفكره؟ ان احنا بنركز على ان احنا ازاي نساعد العملاء بتوعنا في ان هم يدوروا فعلا نلاقي لهم الاحتياج بتاعهم الحقيقي، مش ان احنا بس نبيع لهم اي عقار وخلاص، لكن ان احنا نفهم الاحتياج الحقيقي بتاعهم، نفهم امكانياتهم الماديه الحقيقيه، وعلى اساسه عندنا وفره كبيره من العقارات، داتابيس ضخمه بحكم ان احنا عدد فروع ضخم سواء في مصر او حوالين العالم، فبنقدر نشوف له ايه احسن شيء بيناسبه. والعكس صحيح، النهارده لما يجي عميل مثلا عايز يبيع العقار بتاعه، طيب النهارده يعني مسوقين كتير في السوق يقول له تمام يا باشا وهنبيعها لك يا باشا، وفي حته السعر ما فيش، المسوقين اغلبهم ما بيسعروش العقار، ما بيدوش ما يقدرش يدي نصيحه حقيقيه، ما فيش خبره كافيه ان هو يقول له العقار ده يساوي كذا، مش اللي العميل بيقوله انا عايز فيه كذا بالظبط كده. هو بياخد اللي العميل بيقوله تمام وما بيسوقش، ويحط العقار عنده في الدرج وينتظر شخص يعدي على الدكانه بتاعته يقول له انا عايز كذا، فيقوم يطلع له كل اللي عنده في الدرج لان هو ما عندوش امكانيات كافيه وعقارات كافيه يوريها حتى للمشتري، وفي نفس الوقت للشخص اللي بيبيع ما عندوش، هو ما بيعملش تسويق كافي ان هو يقدر يجيب عملاء تشتري محتملين. فالفكره ان احنا حتى مع العميل اللي عايز يشتري احنا مسوقين محترفين، كل تركيزنا وشغلنا الشغل ازاي نسوق العقارات. فاحنا النهارده بنعمل تقييم مظبوط للعميل، فالعميل النهارده ممكن ما يبقاش بضروره عارف قيمه العقار بتاعه، فاحنا بنعمله تقييم كامل، نشرح له ليه التقييم ده، هو الكلام التقييم ما بيبقاش كلامنا احنا، بيبقى كلام السوق هو اللي بيحدد قيمه العقار. احنا بنعمل له سيرفي تمام، ومن السيرفي اللي احنا بنعمله بنعرف قيمه العقار بتاعه بيساوي قد ايه، وبندي له ريبورت، والعميل اللي بيتفق معانا على القيمه الحقيقيه او القيمه العادله للبيع تمام، بنبتدي نشتغل معاه وبنعمل له تسويق، خطه تسويقيه كامله للعقار بتاعه. طبعا سعداء جدا بالكلام العظيم اللي انت قلته لنا، وان شاء الله يكون لنا لقاءات تانية ونشوف حاجات على ارض الواقع في تقدمات زمنيه، ايه المشروعات اللي كنتوا عاملين لها تارجت، اتحقق منها قد ايه، فاضل فيها قد ايه، ايه اكتر المناطق اللي بتبيع في مصر، هنحتاج ان احنا نعمل كذا مجموعه من المعلومات عشان نوضح كمان رؤيه مختلفه للسوق العقاري المصري. اكيد اي وقت يشرفني نتقابل مع بعض ونحكي زي ما انت عايز في كل التفاصيل دي ان شاء الله. ساعدنا بلقاء حضرتك، ميرسي. اعزائي المشاهدين، مشاهدي برنامجنا حوار واستثمار مع الشواربي، النهاردة هنشوف مع بعض شخصية جميلة جدا في مجال الاستثمار العقاري في مصرنا الحبيبة، رؤية مختلفة، شركة بتتواجد في أكثر من 43 دولة حول العالم، شركة ERA. هنقابل الأستاذ محمد جمال هيقول لنا أهم المشروعات اللي بيشتغلوا فيها في الاستثمار في مصر، فكر جديد حول عالم الاستثمار الصناعي وعالم يدفع مصر نحو مزيد من التقدم، نحو توجه الصناعة، مناطق صناعية جديدة. في الآخر هيبقى عندنا منتج مكتوب عليه صنع في مصر، في الآخر يبقى مصدر للدولار وللدخل القومي المصري. رؤية مختلفة عن العقار المعتاد في مصرنا الحبيبة، إن كان سكني أو سياحي أو تجاري أو إداري. مساء الخير محمد بيه. مساء النور دكتور محمد، أهلا بيك. حضرتك انا عارف انتوا بتشتغلوا في الاستثمار الصناعي، عايزين ناخد بريف كده سريع عن الموضوع. احنا النهارده عندنا منتج صناعي مختلف في مصر. زمان كان المنطقه الصناعيه هي بتبقى مقدمه من قبل الدوله بس، فالنهارده دخل عندنا موديل جديد من الشكل الصناعي في مصر، ان يبقى في مطور صناعي بياخد مناطق كبيره، مساحات كبيره بتوصل يمكن لستة كيلومتر مربع وعشرة كيلومتر مربع ويمكن 12 كمان، ويبتدي يطور ويقدم خدمات ما كانتش موجودة قبل كده.
من ناحية قوة الكهرباء، من ناحية القوة بتاعة البنية التحتية نفسها، وسائل الصرف وما شابه يعني. فبناخد النهاردة منطقة زي العين السخنة، بنلاقي ان في شركات كتير قوي ابتدت تشتغل، شركات كمان، في حكومات، في شغل حكومات، الحكومة الصينية عندها مساحة بتشتغل من خلالها وبتقدم منتج كويس. عندنا شركات مصرية وبتدعمها بنوك وتكتلات كبيرة، واخدين برضو مناطق وبيطوروها بالكامل. طب عايز اسألك سؤال، هو انتوا لما بيحصل تطوير لمنطقة صناعية بالشكل ده بيبقوا المساحات كلها متساوية، ولا بتبقى في حاجات كبيرة وحاجات صغيرة، ولا بتبقى حسب التقطيع؟ احنا بقى عندنا منتج جديد، احنا عندنا دلوقتي بيتقدم المصنع من اول المصنع ال 500 متر الصغير اللي بيقدم الصناعات الصغيرة، لغاية المساحات اللي تعدي ال 200 و 300 الف متر اللي بتخدم الصناعات الكبيره. يعني انت ممكن تتعامل مع مطور صناعي كبير تعمل له بروجكت متكامل. طبعا مظبوط. بلس ان احنا بقى عندنا كمان المنتج اللي هو البلاج اند بلاي، اللي هو المصنع اللي على المفتاح، ان انت النهارده لو انت مستثمر وعايز تيجي تشتغل بتاخد مصنعك كامل من كل من الفاير سيستم للالكتروميكانيك بتاعته، للمنشئات بالكامل، للكهرباء، كل حاجه سلموا له جاهز على التشغيل. المنتج ده موجود عندنا في السوق النهارده، وده بيسهل على مستثمرين كتير، خصوصا لما تكون منطقه صناعيه ما فيهاش خدمات. يعني انا عشان اروح اجيب حد يجي شطب لي مصنع ولا يعمل لي حاجه، طب ما ده كوست اكتر كمان في المناطق البعيده. فده بقى متوفر في المناطق اللي بقت بتخدم الصناعات الثقيله والصناعات الصغيره في نفس الوقت. طيب قطعا في اختياركم للمناطق الصناعيه دي بتهتموا ان ده في الاخر هيبقى اوت كومينج، يعني المنتج ده في الاخر هيخرج من البلد، فاكيد بتختاروا اماكن للمطورين عشان تبقى قريبه من مواني، قريبه من شبكه طرق. اكيد عندنا دلوقتي منطقتين رئيسيتين صناعيتين كبار معمولين في مصر، منطقه العين السخنه دي قدام، دي ليها مينا بتخدمها على طول قدام مينا العين السخنه، وفي نفس الوقت عندنا منطقه العلمين الجديده، في منطقه صناعيه كمان الناس يمكن ما تعرفش كتير قوي، لكن في تخطيط لمدينه صناعيه كبيره وقايمه عن طريق المطور الصناعي برضو في العلمين الجديده، بيربطهم شبكه طرق قويه جدا بتتعمل منها، يكون في قطر بيربط ما بين العلمين ومرورهم بطريق الواحات لغايه البحر الاحمر عند مينا العين السخنه، بيصل المنتين ببعض. فالحكومة شغالة كويس جدا على الحتة دي، طبعا ده بيخدم الصناعات اللي على الدول على البحر المتوسط، بيخدم الدول اللي على بطول على البحر الأحمر وأفريقيا والكلام ده كله. في اتجاهات لحكومات للاستثمار فيها زي المنطقة الصناعية الروسية اللي هي المفروض بتعمل في شرق بورسعيد، وفي زي ما قلنا الحكومة الصينية اللي عندها منطقة صناعية اللي في عين السخنة، اللي هي من أولوياتها إن هي بتخدم عندها مشروع أصلا بتاع طريق الحرير اللي هو خطط الصين، اللي هو بيربط اوروبا عن طريق البر وبيربط بقيه العالم عن طريق البحر مرورا بقناه السويس. فمن اهتماماتها ان هي بتطور المنطقه هناك بشكل كبير، بتعمل مناطق سكنيه جوه المنطقه الصناعيه تقوم عليها صناعات كتيره، خدمات للعماله الموجوده من مدارس وجامعات ونوادي وما الى ذلك. يعني احنا طبعا يعني انت وريتنا رؤيه لحاجه جميله على ارض مصر، حاجه جديده، وطبعا احنا طبعا يعني متفائلين جدا باللي حضرتك بتقوله ده، وفي الاخر اكيد ده هيطلع منتج مصري محترم هيمثل مصر في كل دول العالم، وانت هتقدر عن طريق الفكر ده انك تجذب استثمارات خارجيه من خارج مصر تيجي تقيم مشروعات داخل مصر. مظبوط يا فندم، وده اللي احنا كاي ار اي بتعمله وورلد وايد عن طريق فروعها اللي بره، ان هي بتقدم البورتفوليو دوت للمستثمرين اللي بره، ان اي حد عنده صناعات بتبقى مرتبطه بتصدير في 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 في, في, في افريقيا او في حتى في الجنب الثاني لاسيا، ان هو يقوم مصنعه في الحته دي كنقطه قريبه من المواني وقريبه من المستهلك بتاعه نفسه، احسن ما يجيب مصانعه في الصين او ما في الحته الثانيه عند امريكا اللاتينيه والارجنتين والحاجات دي. فده طبعا مهم جدا ان الدوله كلها تتجه ليها، وشايفين ان كمان الدوله بتدعم جدا عن طريقها تأمين قناه السويس في العين السخنه وعن طريق العلمين الجديده المطور الصناعي نفسه، ان هي بتقدم له خدمات كتيره وتسهيلات ان هو يقدر يطلع لحته كويسه، او ان هو يقدر ينافس في السعر وفي الخدمات اللي بتقدم له من انشاء محطات الكهرباء وما الى ذلك. يعني تمام، احنا طبعا بنتقدم لك بخالص الشكر، ونشوفك ان شاء الله دايما مع انجازات كتير ان شاء الله. ان شاء الله، متشكرين جدا لحضرتك، فرصه سعيده.
أعزائي المشاهدين، مشاهدي برنامجنا حوار واستثمار مع الشواربي، بعد مجموعة اللقاءات اللي شفناها النهاردة مع بعض، خليكوا دايما متابعينا، هتشوفوا كل ما هو جديد ونوريكوا ايه اللي بيحصل على أرض مصرنا الحبيبة. الاستثمارات راحة فين؟ ايه أفضل الأماكن اللي فيها فرص استثمارية؟ ايه الجديد على أرض مصرنا الحبيبة؟ تابعونا الجمعة القادمة 9:00 مساء مع برنامجكم حوار واستثمار.